قتلتها بهدية رومانسية في عيد ميلادها وحاولت الهرب، لكن شهادة عامل التوصيل كانت أسرع. برازيلية انتقمت من امرأة تدعى لينسي ظناً منها أن الأخيرة هي من تقف وراء تخريب علاقتها مع صديقها ماريو، والذي انفصل عن زوجته السابقة لينسي منذ فترة طويلة. لكن ومن الواضح أن سوزان لم تتخطى ذلك، بالرغم من انفصالهما، ولم تستطع كبت مشاعر الغيرة والحقد تجاه زوجته السابقة، فأرسلت لها رسائل تهديد كثيرة عبر السوشيال ميديا، وعندما وجدت عنوانها نفذت الخطة وأرسلت الشوكولا المسمومة مرفقة إياها باسم زوجها السابق كي تضرب عصفورين بحجر واحد. المتهم الوحيد في بداية القصة كان ماريو، لكن من كشف الأمر هو عامل التوصيل الذي اعترف أن ابن سوزان هو من أعطاه هدية الانتقام الناعم، غير آبهم بالتهديدات التي تلقاها منها.